مغربي. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة. كل سنة وحضرتك طيب ومنورين مصر. بارك الله فيك أخي، شكرا لك وشكرا لضيوفك. اهلا بيك. كلمني الاول عن المنتخب المغربي وحضرتك شايفه ازاي من وجهة نظرك الصحفية قبل ما اكلمك عن زيارتكم النهارده للنادي الاهلي. وصريح المنتخب الوطني المغربي لم يقدم ما كان منتظرا منه في المباراة الأولى أمام منتخب ناميبيا، لكن مع تدرج يعني في تدرج المباريات تطور من مستواه. في المباراة الثانية عندما لقى خصما قويا مثل كوت ديفوار فهو قدم مردودا كبيرا وأكد أنه جاء هنا لمصر من أجل الفوز بالبطولة ولا شيء غير ذلك. كذلك في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا فهو ناقشها بذكاء كبير، لأنه يعني حاول الحفاظ على نظافة شباكه وانتظر إلى آخر الدقائق وسجل وانتصر وتصدر مجموعته عن جدارة واستحقاق. إذن فالفريق الوطني المغربي أكد أنه ليس هو ذاك المنتخب الذي كان يعد في المباريات الودية وانهزم أمام كل من غامبيا وزامبيا بهدف لصفر وبثلاثية في المقابلة الأخيرة أمام منتخب زامبيا، وأكد أنه قدم هنا لمصر من أجل العودة بلقب البطولة بعد غياب دام لأكثر من 4 عقود تقريبا. أكيد متفائل إن المنتخب المغربي يكون طرف في النهائي الأفريقي؟ متفائل جدا للمستوى الذي قدمه، وكذلك هيرفي رونار فوعد قبل بداية البطولة بأن المنتخب الوطني سيتطور مع مباريات، وأكد أن المباراة الأولى ستكون صعبة بغض النظر عن الخصم الذي سنواجهه، وكذلك كان فعلا حيث تطور المستوى بين المباراة الأولى والثانية، لكن المباراة الثالثة صحيح كان هناك بعض الارتباك يعني في المستوى، لكن الأهم هو الذي حقق مثل ما فعل المنتخب المصري. أنا أعتبر شخصيا المنتخب المصري فهو مرشح للعب المباراة النهائية إلى جانب المنتخب المغربي. المنتخب المغربي يتوفر على كل الإمكانيات التي تمكنه من البلوغ المباراة النهائية. لاحظنا من خلال دور المجموعات أن هناك يعني 4 منتخبات تقريبا مرشحة لبلوغ النهائي، وهي المنتخب المغربي، المنتخب المصري، المنتخب الجزائري، وربما بدرجة أقل المنتخب السنغالي. إذا فكل الحظوظ أمام هذه المنتخبات الأربع على الأقل لبلوغ المربع الذهبي، والذهاب بعيدا ولما لا بلوغ المباراة النهائية، ونتمناها ما بين المنتخبين المغربي والمصري إن شاء الله. يا رب. بتتكلم عن المنتخب المصري كده علشان هو منظم البطولة وصاحب الأرض والجماهيرية، ولا علشان قوة المنتخب المصري الفعلية والحقيقية على أرض الملعب؟ هي حسب وجهة نظر صحفي بتجرد، يعني مش لأني عربي ولا عشان لأني مغربي ولا لأني ضيف على مصر الآن، لكن المنتخب المصري صحيح أنه لم يظهر يعني مستوى كبيرا جدا في المباريات الثلاث، لكن الأهم هو الذي تحقق، يعني منتخب مستضيف يلعب على أرضي على جمهوري. المنتخب المباراة الأولى أجريت كذلك بحضور الرئيس السيسي، وكان هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين ولاحظنا المشاكل الداخلية التي كانت مع بعض اللاعبين وكذا، لكن الأهم هو الذي تحقق، يعني أن تنهي المجموعة وأنت متصدر. لا يهم الأداء بقدر ما يهم النتيجة، وربما الأداء سيتطور مع مرور المباريات. هي يعني نسخة ب24 منتخب، هناك دور ثمن نهائي الذي ازداد، يعني هناك مباريات أكثر من النسخ السابقة. أنا أقول أن المنتخب المصري ممكن أن يتطور، ومواجهة جنوب إفريقيا هي التي ستحدد إن كان المنتخب المصري سيتطور أكيد مع مرور المباريات، لأن منتخب جنوب إفريقيا ربما أقوى من المنتخبات التي واجهها المنتخب المصري في دور المجموعات. أكيد يا أستاذ محمد، كل التوفيق أكيد للمنتخبات العربية بشكل عام، وإن شاء الله نشوف يعني المباراة النهائية بفريقين من دول شمال أفريقيا بإذن الله. كل التوفيق للمنتخبات العربية. لكن كلمني عن زيارتكم النهاردة، كنت حضرتك أحد المشاركين في الوفد الإعلامي في زيارة النادي الأهلي وفي ضيافة النادي الأهلي، كلمني عن مردود الأفعال اللي شفته مع حضرتك. صحيح صحيح، نحن يعني كزملاء صحفيين من المغرب ومن مختلف الدول الإفريقية قمنا بزيارة خاصة للنادي الأهلي اليوم، وتابعنا يعني متحف الفريق وبعض البنيات التحتية التي يتوفر عليها النادي، وهي بنيات تحتية استحسنها يعني كل الصحفيين الذين حضروا وتابعوا عن كثب يعني تطور البنية التحتية والمؤهلات التي يتوفر عليها فريق مثل فريق الأهلي المصري، الذي هو يعني بالمناسبة فريق القرن وفاز ببطولات عديدة إفريقيا ومحليا، يعني أكثر من 40 بطولة محلية وثمان ألقاب كأس أبطال إفريقيا. هو نادي يعني كبير جدا، ليس فقط تقنيا أو على مستوى اللاعبين، كذلك في البنيات التحتية لاحظنا ملاعب تدريب، يعني ملاعب خاصة برياضات أخرى، كرة اليد، كرة السلة، يعني
هو نادي متعدد الفروع ونادي نادي بحقي وحقيقي يعني كما تقولوا انتم باللهجه المصريه، مش يعني كبعض الانديه عندنا في المغرب التي تركز كثيرا فقط على فرع كره القدم وليست لها يعني البنيات التحتيه الخاصه بها، يعني فقط انها تستاجر لمده طويله ملاعب للتدريب وكذا وملاعب من اجل استضافه المباريات. اكيد ان هذه الزياره كانت زياره مفيده جدا لنا كصحفيين، يعني تعرفنا على بعض الجوانب التاريخيه التي لا نعرفها كثيرا حول فريق الاهلي المصري ومجموعه من التفاصيل الداخليه وكيف تسير الامور اداريا وكذلك عدد المنخرطين الذي يعد بالالاف، وهذا شيء يعني مشرف ونتمنى ان يكون عندنا كذلك في المغرب. اكيد يا استاذ محمد وحضرتكم نورتوا النادي النهارده يعني، وان شاء الله تنوروه كتير جدا ومنورين مصر، وان شاء الله نشوف المغرب في المباراه النهائيه. شكرا جدا جدا لحضرتك على هذه المداخله وهذه التفاصيل استاذ محمد الامين الناقد الرياضي المغربي، شكرا جدا لحضرتك. نرجع تاني لموضوع احمد علي.